خرج ما السلام عليكم الاخوه والاخوات، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده. كيف العاده نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي افضل حال ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف العاده كنوجهوا في كل بدايه حلقه افضل تحيه واحسن تحيه لاحسن ناس كاينين في هذه القناه، اللي بطبيعه الحال ما كيبخلوش علينا من الدعم ديالهم والتفاعل ديالهم ضد التبليغات ديال الكراغله. هادشي علاش شكرا لاي واحد خلى لايك كومونتير بارطاجا الفيديو اي حاجه. كون شي جديد معنا مرحبا بك، اشترك في القناه، فعل الجرس باش توصل بالجديد ديال الحلقات ديالنا، ونبداو على بركه الله. يسمعني ما تقاطعنيش حتى نعطيك الكلمه. انا علاه ما تخلينيش نهضر من الساعه، راني ساكت. في هذا الفيديو الاخوان غادي تشوفوا وتسمعوا حوار ما بين جزائري تونسي وجزائري. هي هذيك تونسي جبد الودينات البوصبع القهوي، سمعوا مزيان الاخوان. تسكت ماشي تسكت ساعه، انت طول عمرك ساكت انت ميوت. اسمع من الاول. يسمعني ما تقاطعنيش حتى نعطيك الكلمه. انا علاه ما تخلينيش نهضر من الساعه، راني ساكت. تسكت ماشي تسكت ساعه، انت طول عمرك ساكت انت 340 سنه ساكت على تركي، و130 سنه ساكت على فرنساوي. جيت عند الخياط انا تي ما قاليش تسكت نص ساعه، يسكت حتى نص ساعه نعطيك الكلمه. شوف يا ناصر، انتم كاع ما تلحقوش لي زالجيريان. يا ولدي يسكت انت 340 سنه ساكت، جيت عندي انا جيت اتكلم. تلحقوناش راهي ضرتكم. ما تسكت، ضرتنا بالخبث والخبث نتاعكم. الحقيقه المره هذه هي اللي كتشككم، ما كتقبلوهاش الاخوان. واش رديتوا البال لواحد الحاجه ولا كنتوا غير كتسمعوا الحوار؟ الناس اللي ردوا البال غتكون واحد الفئه قليله اللي غتكون تشمسات ما رداتش البال لهذا الفيديو هذا، ولكن الغالبيه غادي يكونوا قراو مريض جزائري ينقل في سياره نقل البضائع. ها الكارثه الكبيره، ها الناس ديال الجزائر والنيف. ها كاين شي شوهه وشي فضيحه اكثر من هذه؟ يسمعني ما تقاطعنيش. تسكت وزيد تسكت، احنا ما غردناش في الهضره. شوفوا ها، شفتوا ذاك الباياس اللي راه تما ديال الطبيب؟ نورمالمون هذا الشيء خصو فين يكون؟ لومبيلونس ياك. معليش كيف ما قال الشاب بلال، كي وهران كيما ودي تقارنوا نتوما بكازا، كي لومبيلونس كي الهوندا، هذه هي. ماشي تسكت ساعه، انت طول عمرك 300 وساكت على فرنساوي. جيت عند الخياط انا تي ما قاليش تسكت نص ساعه. ما تلحقوش لي زالجيريان. يا ولدي يسكت. يا ولدي وجهك حمر كتقول ما تلحقوش لي زالجيريان. الله العلي العظيم اللي وجهكم قصدي يا صاحبي، ها الحقيقه، ها الواقع ديالكم. تبون شوف تبعني تشوف، اذا حبيت تعرف السونداج تاع بصح شكون اللي معاك وشكون راه كونتر ليك، شكون يحبك وشكون راه كاره جد جدك، تعرف واش دير؟ روح غير للفيديوهات تاع بنقرينا وشوف التعليقات تاع الملايين تاع الشعب، ماشي غير في صفحات تاع المعارضين ولا المنتقدين ولا اللي ما عجبهمش الحال، حتى في صفحات الاعلام تاعكم، يعني النهار، الشروق، البلاد، الحياه وغيرها من القنوات اللي انتم تسيروا فيها بالتليكوم. شوف الناس واش يقولوا عليك او على هذا بنقرينا اللي راه يروج لك انت يا اخي. بنقرينا لما راه يروج التبون، فهنا غادي تفهم ان غالبيه الشعب راهم ضدك. علاش ما يهضروش عليك انت مباشره ويهضروا عند بنقرينا؟ لانهم عارفين اللي يتكلم عليك فمباشرة غادي تقاري عند داره البياري ويخطفوه ويولي في المشاكل. حتى ولات الناس تكتب في التعليقات يقول لك كومونتي فاسي خايف باسي، لأن الناس راك حاكمهم بالقبضة الأمنية على الطريقة الكورية، يعني اللي يتكلم عليك ترفدوه. فالناس لقات الفرصة
باش تعبر على كرهها لهذا العصابة عند بنغرينا. والصراعات اللي راكم عايشينها في أعلى هرم السلطة، إذا حدث انقلاب في أي لحظة يا تبون، ما غادي تلقى حتى واحد يوقف معاك، ولا مواطن واحد يوقف معاك. والدليل بوتفليقة وجمعته نهار اللي خرج لهم الشعب، ما لقاش اللي يوقف معاه، حتى الناس اللي كانت تعبد في الكادر تاعه وداروا عليه. وباش نزيدك، الناس اللي كانت تعبد في الكادر تاع بوتفليقة هما اللي راهم دايرين بك اليوم. تبون انت راك ترفد في الناس وتباصي فيهم وتربي فيهم باش يخافوا منك، بصح ما تنساش اللي تربيه يخاف منك يرجع يخاف من غيرك، ومن غيرك راهم بزاف معاك في السلطة وفي الصراع الفوق. الناس اللي هي طايحة على بنغرينا أو البهلواني بنغرينا هي في الحقيقة طايحة عليك أنت يا تبون، ورافضتك أنت يا تبون مباشرة. بنغرينا ما هو إلا ريدو فيتن عليه هكا باش يسلكوا زوولة من المتابعات القضائية. شو الحقيقة في دقيقة، لا في جوج دقائق، الحقيقة في جوج دقائق ديال هذا الفيديو كل شيء تقال بصبع. هذا هو السبب الرئيسي اللي ديما كيجعلنا كنقولوا واش بنادم، واش البصبعين كل شيء مريض، يعني عارفين راسهم انهم يعني الحقيقة ها هي، العالم عارف شنو هو الواقع، الا بصبع يعني ما عايش واحد الوهم ومتقمص ذاك الدور وعايش ذاك الوهم بالفعل. احنا عرفنا السبب، وخمسكين هو الداخل في الوجدان ديالو في دماغه في الكواليس ديالو عارفها بشر واس كيف ما كنقولوا، ولكن ما يقدرش يتململ كيف ما قال امير ديزيد، راه طق البي ار اي يوقفوا عليك يجيو يفروا عليك الباب يغبروك يخطفوك كان هنا. اللهم اخويا عيش الوهم وقل لهم حنا القوه الضاربه وحنا الجزائر القاره، وسير سب الناس المغرب سيادك وسير نبح عليهم مزيان وسير في الهيد ديال الكبرانات. هذا هو نظام العسكر الفاشل، وينهبوك على خواطرهم ويستمروا في المسرحيات ديالهم. هذا ما كان، وتجي الوهم كيف العاده كتقمصوا داك الشيء كتعيشوه، كتيقوا داك الكذوب وداك الشيء وكتعيشوه. يعني نتوما فعلا شواكر لافريك في الخيال، الخيال ديال النشاط العلمي. دوزو فيديو اخر. عن الحدود تاعنا ضد الارهاب ضد المحاربين ضد حتى عدو كلاسيكي، لان الجزائر هي اقوى دوله. سمعتوا، ضروري تذكر العدو الكلاسيكي، تربوا على هذا الشيء. المحاربين ضد حتى عدو كلاسيكي، لان الجزائر هي اقوى دوله في المنطقه، اقوى دوله برئاستها حكومتها بالمؤسسات تاعها كلها وبالجيش الوطني الشعبي تاعها ولعب الارهاب في التسعينيات، وكل هذا الفضل رجع لكم. شنيحة قدم سلاحك يا اليهودي، تبون قدم سلاحك يا اليهودي، استعدوا للحرب. عن ظهري قلب حافظ هادشي، تربوا على هادشي، صافي استسلموا الامر الواقع، عايشين هكا. القلم مرفوع، القلم مرفوع الاخوان، الكريغلات الهبل البصبعيين القهويين. دوزو فيديو اخر. بصح شيخ راك تشوف واش داروا، واش داروا الايمان خليف مقجع، واش راه يدير لينا الانظمه. بصح شيخ راك تشوف واش داروا، واش داروا الايمان خليف مقجع، واش راه يدير لينا الانظمه. اقسم بالله غير تهديد قومي، يسبوا فينا في المواقع، يسبوا فينا في الواقع، بزاف يروحوا من بلادنا هما يضربوا مصالحنا كاع في العالم، في الاتحاديات الدوليه تاع الرياضه، في كل كل شوف. كل حنا نتكلموا على الانظمه الرسميه، ونتكلموا على السياسات الرسميه المنتهجه من طرف الدول. هذه نرفضوها ورايحين نقابلوها بالمثل، لان حنا بلد وشعب عنده النيف نتاعو، عنده الكرامه نتاعو، عنده القوه نتاعو باش يفرض التوجه نتاعو في المجال الدبلوماسي وفي مجال اسمسو. عنده شنو عنده؟ حنا بلد وشعب عنده النيف نتاعو، عنده الكرامه نتاعو، عنده القوه نتاعو باش يفرض التوجه نتاعو في المجال الدبلوماسي وفي مجال اودا بصبع. هذه راه ما جاتش عندكم غير النيف، عندكم النيف والعينين باش كتشوفوا والودنين باش كتسمعوا والعقل اللي كرمكم الله به وكرم بنو ادم كاملين باش كنخدموه ونحللوه ونناقشوا، نتوما غير معميين ومندوهين. هذه هي بحالاش. المهم بلا ما نزيد نقصح في مجال حماية تاع الأمن القومي. بالنسبة للأشقاء، حنا أولا الشعوب بطبيعة الحال، بالنسبة للشعوب
حنا كما كانت في الثورة التحريرية من الناس اللي حابة ترقى العلاقات بين الشعوب تكون مبنية على أساس المصالحة، تكون مبنية على أساس الأخوة. هذا أنت بصح شيخ راك تشوف واش داروا، واش داروا الإيمان خلي في المقجع واش راه يدير. الأنظمة الأنظمة شوف الأنظمة الأنظمة اليوم خاصة النظام المغربي المطبع مع الكيان الصهيوني هو اللي حاب يفرض هذا التوجه اللي نرفضوه حنا تماما. النفاق الإعلامي، هذا هو النفاق الإعلامي. علاش داك شوف الشعب شكون اللي خلى الشعب يقول هذه الهضرة وهز هذا الحقد كامل وهذه الكراهية بدون سبب؟ علاش هكاك ما حاملينش تربيتوا على داك الكراهية هذيك والكبرانات غرسوا فيكم داك الخبث؟ علاش نتوما كإعلام داك في الإعلام كتبينوا كمسؤولين وداك الشيء داك الصورة المنافقة ديال لا الشعب أشقاء كذا حنا النظام كذا؟ أسير الله يلعن اللي ما يحشم. هذا الشيء اللي نقول هذا كيتسمى الهوس المرضي بالمغرب واش عباد الله القجع والمغرب ككل في قلب الحملات الانتخابية. حنا مالنا واش دخلنا بكم وفي بالانتخابات ديالكم وفي الأخير يجي عندك بصبع القهوي يقول لك حنا والله ما انا سامعين بكم ما راناش سامعين بكم كاع ويزيد يثبت عليك الحجة يقول لك الهاو برواحكم برك مالكم تحكيو غير على الجزائر. معقولة الصيب وصبع معقولة انتوما كتفطروا بينا وتغداو بينا وتعشوا بينا وتصحروا بينا؟ الله يشافي. دوزو فيديو اخر. هذه الزوجة تاع هذاك اللي شتم المغرب تاع مهدي غزار هذاك اللي شتم المغرب وصرات فضيحة كبرى عليه بطبيعة الزوجة ديالو. الجزائر الجديدة اليوم، الجزائر الجديدة اللي فعلا راهي تبهر العالم، فعلا صارت ترند مثل ما يقولوا، راهي دايرة البوز سواء في السياحة سواء في الثقافة. نحن اليوم نعيد ما سلب منا. الجزائر دايرة ترند بمزابلها بفضائحها بأوساخها بطوابيرها. الجزائر الجديدة مزبلة اليوم تحت حكم النظام الجزائري القدرات. الله يرضي عليك شوقي وصف الرجولة والحقيقة في دقيقة. هاد الزوجة ديال داك الشماتة اللي كانت تطاول على المغاربة المهم بلا ما ندخلوا في التفاصيل راكم عارفين اللي كاين كتحكي الإخوان الواقع الحقيقي اللي منطابق على من على هوك اللي معقداهم المملكة المغربية الشريفة. هادشي اللي عايشينو حنا واللي وصلنا له حنا كيحلموا به هما عايشينو كيتوهموه كيكذبوا على راسهم على دماغهم باش كيديروا داك التجاذب كيبقاو كيعاودوا الوهم والكذب باش كيتسيقوا كيعيشوا داكشي كيحلموا انهم يوصلوا لداكشي اللي وصلوا المغرب. وللاسف هادشي علاش هما مضرورين مساكن قلبهم ضارهم من جهتنا الاخوان وخير دليل هو هادشي. شوفوا المغرب فين وصل الحمد لله. يبدو أن المغرب قد انضم بالفعل إلى سباق أبحاث الفضاء بأول أقمار اصطناعية نانومترية من صنعه، حيث أعلنت شركة سبيس إكس مؤخرا عن إطلاقها قمرين اصطناعيين نانومتريين تابعين لجامعة محمد الخامس المغربية، وذلك على متن الصاروخ فالكون 9 الذي انطلق من قاعدة فاندربرغ في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. تتميز الأقمار النانومترية بصغر حجمها، فكلا القمرين وزنه أقل من 4 كيلوغرامات وحجمه ضئيل. القمر الأول والذي يدعى UM5 إيوسات مزود بكاميرا ستتولى مهام رصد كوكب الأرض، بينما يحتوي القمر الثاني المسمى UM5 رباط على راديو معرف برمجيا بغرض تنفيذ مهام الاتصالات بداية من تتبع الطائرات والسفن حتى استقبال البيانات من المحطات الأرضية. الأقمار صممت بحيث يمكن إعادة برمجتها وهي في مدار الأرض، وهو ما يتيح تعديل وظائفها أو تغيير مسارها حسب الحاجة. الباحثون بالمركز الجامعي لتكنولوجيا الفضاء التابع لجامعة محمد الخامس قاموا بالعمل على هذا المشروع لمدة 3 سنوات متواصلة، وسيكون المركز نفسه مسؤولاً عن تشغيل الأقمار وإدارتها، فضلاً عن إتاحة جميع البيانات القادمة منها للجامعات الوطنية المغربية. جمعنا وطوينا هادشي اللي وحلم هنا الإخوان. صناعة مغربية، صناعة مغربية 100%. هاد التقدم ديال المغرب الإخوان وهاد الازدهار اللي كيعيشو المغرب وهاد التطور بواحد الوتيرة سريعة الحمد لله بفضل من عند الله ثم الاجتهاد ديال المغاربة الأحرار الحمد لله. هادشي اللي مخليهم الإخوان ما هضميناش كاع. حنا دوزنا من صناعة السيارات والطائرات والدبابات إلى صناعة الأقمار الاصطناعية نانومترية. والزريبة ديال عبد المجيد حاشاكم راك شفتو مؤخرا خدام كيتساهم المغاربة بالتجسس والهرطقات الخاوية ديال المهم
لا ما نضيعوا الحجره الاخوان ندوزوا فيديو اخر باريس ان بو لاركيتكتور ما فكرتش فيزيت باسكو ديبي كو ان الجزائر. كارثة بمعنى الكلمة الإخوان، هذه مؤثرة جزائرية فرنسية، ولا نقول مؤثرة فرنسية من أصول جزائرية، جات الوهرانة الإخوان وكدير فلوق ديالها كتصور هذه وتقات اللحظة ديال القهويين اللي كنهضروا من ديما على الجهل على التخلف كيفاش، وتقات التحرش ديال بنادم وكيفاش كيجي يتعدى عليها وكيفاش شنو كيقول لها ويخسر لها الهضرة ومنين ما بغات تشوفوا شنو دار. خليكم مع الفيديو يعني شوف بلا ما نهضر، كلشي موثق كلشي كيبين الاخوان واحد لواحد الزريبه باقيين عايشين في العصر الحجري. خليكم مع الفيديو. ري شي توجور با سورتي جور جي فريمون با فيزيتي مي فريمون سي غراف جور جو جو سي فريمون ترو ترو جولي. اه يا ثاني لي مير يا نوتا يا شبيكني ما كايا شبيك جامي يا شفتوا كيفاش كيهدد فيها توش با وات ذا فيك يا عمري غير مي نو مي وات ذا فيك شي غراف حليب ان الجيري اي في كوم سويفر جور جو فو جور ريغاردي لي بوال لا اي في كوم كوني جور جو في كو جو سي با كومون جو مي ديباراس دو لوي جور ديبي توت الار اي ديرير موا اي مي سوي جو في ا دروات اي فا ا دروات اه تاني لي ميرو تاعو نو اسمع خويا ربك يا Paris, un peu l'architecture. Moi, faut que je visite parce que depuis que je suis en Algérie, je suis toujours pas sortie. Genre, j'ai vraiment pas visité. Mais vraiment, c'est grave beau. Genre, je vous jure, c'est vraiment trop trop joli. Qui s'aoud? Je suis sur les Ikhwan. Paris, tout ça, tu m'as s'aoud, tu rejoues. Ou aoud, ou s'aoud, ou chouffou, kifash. التعامل ديال هاد الناس اللي كيقول لك سيدي القوة الضاربة غير هما ولا الكرة الأرضية زام طابلة بهما الإخوان، يعني راه هما شواكر لافريك، هما اللي شعب الله المختار. استغفر الله العظيم، سبحان الله العلي العظيم. دوزو فيديو آخر. اسمعوا مزيان الاخوان، هي الترجمه كاينه. هذه الزوجه ديال بوخروبا تؤكد ان دوغول هو الذي منح مقاطعه الجزائر حق الاستفتاء لتقرير المصير، ما يؤكد ان الجزائر اليوم هي مجرد مقاطعه تمارس الحكم الذاتي تحت السياده الفرنسيه. De Gaulle avait décidé le référendum pour l'Algérie. وحنا ملي نقولوا لهم الاخوان الجزائر الفرنسيه كيبقى فيهم الحال. ايوا شنو دير ابو صبع اصاحبي، شنو تقبل الواقع اصاحبي. ندوزو نختموا الحلقه ديالنا الاخوان بافضل فيديو كيبرهن على ان هاد الناس عايشين في زريبه ونظام عسكري فاشل. الكبرناس كيربيو الاطفال الاخوان منذ الصغر ديالهم، كيكبروا مال الاخوان على 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 على, على, على الخبث، على الوهم، الكذوب، كذبها وتيقها وعيشها، او بمصطلح قاصح كيعلموهم التبرديع، كيطبقوا عليهم التبرديع وكيمشيو هكاك مستمرين. المهم خليكم مع الفيديو. انا لا اتقي ما اتقي.
ماشي معصب. شوكر لافريك اودي اودي الجزائر الجزائريين الناس ديال دي زد كلشي معصب كلشي واعر كيعبروا على الوطنيه ديالهم بداك التعصاب بالغوات اودي شنو غادي نقول لكم كريغلات الله يرحم بالله الشهيد والحجر المقاتل والشجره المجاهده وما نساوش البلوط والخروب المحاربين تحيه الجزائر العظمى لمششه امي دوز حيده ابو صبع والله ما عقليه قسما بالله العظيمه خوتي الاعزاء الفيديو ديالنا انا نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه كثروا اللايك الاخوان باش الفيديو يتركموندا ويوصل لكاع المغاربه ديال العالم اللي جديد معنا مرحبا به يشترك في القناه خليوا الاراء ديالكم لتحت في التعليقات وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الحلقات ديالنا ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم تهلاو